زي ما تابعنا معاكم تقرير عن مباريات اليوم ان شاء الله في مسابقة الدوري المصري الممتاز والجديد. طبعا لحد امبارح كنا بنقول معاكم فريق مودرن فيوتشر، وهو ده الاسم اللي ابتدينا بيه الموسم بعد طبعا تغيير اسمه الى مودرن سبورت ابتداء من اليوم. اتغير اسمه من مودرن فيوتشر، وقبله كان اسمه فيوتشر، وقبله كان اسمه كوكاكولا، النهارده بقى اسمه مودرن سبورت. كل ده في سنتين ونص. هيلعب مع بلدية المحلة مواجهة في منتهى الأهمية لبلدية المحلة بالتحديد، لأنه في وضعية صعبة قوي الحقيقة، مع 23 نقطة من 27 مباراة في المركز 16، متبقي له 7 مباريات، يعني محتاج مش أقل من 12 نقطة، يعني 4 انتصارات من 7 مباريات عشان يتخطى حاجز النقطة ال 24. وارد جدا تكون هي نقطة الأمان والبقاء في الدوري الموسم الحالي، 34 نقطة. في المقابل نادي مودرن سبورت معاه 41 نقطة من 27 مباراة في المركز الخامس، بيقدم موسم مميز خصوصا مع تولي كابتن طلعت يوسف تدريب الفريق، وآخر مباراة فاز على الجونة في الجونة بهدفين دون رد. أما بقى عن المباراة الثانية، هتجمع ما بين فريق سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، مباراة ليها أهمية كبيرة للفريقين. سيراميكا كليوباترا معاه 37 نقطة في المركز العاشر، لعب 27 مباراة، متبقي له 7 مباريات أيضا، وأكيد يهمه إن هو ينهي المسابقة في مركز متقدم مع جهازه الفني المستقر بقيادة الكابتن أيمن الرمادي. آخر مباراة خسر أمام نادي الزمالك 4-2 بعد ما كان متعادل 2-2 لغاية الوقت بدل الضايع. في المقابل النادي الإسماعيلي في موقف أفضل نوعا ما يعني عن الفترات اللي قبل كده، معاه 31 نقطة في المركز ال 12 من 28 مباراة، متبقي له 6 مباريات، لو كسب مباراة واحدة وتعادل في مباراة ممكن جدا ان هو يحسم بقائه في جدول الدوري، ولو ان ده يعني مش المفروض انه يكون تارجت النادي الاسماعيلي، ولكن بنقول الحمد لله جدا 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 انه نادي الاسماعيلي وصل للمنطقة دي خلال الموسم ده في ظل طبعا المشاكل و عدم استقرار الأوضاع داخل النادي الإسماعيلي في السنوات الأخيرة، واللي طبعا فرضت عليه الأمور الصعبة اللي قدر يتخطاها على الأقل في منطقة الأمان النادي الإسماعيلي الموسم الحالي بقيادة الكابتن إيهاب جلالة. أما عن المباراة الثالثة والأخيرة واللي أكيد هتكون جماهيرية في المقام الأول، هتجمع فريق فاركو مع نادي الزمالك في ملعب الجيش ببرج العرب، مباراة مهمة أكيد للطرفين. نادي فاركو صاحب الملعب في وضعية صعبة جدا في جدول الترتيب مع 25 نقطة من 28 مباراة في المركز ال 15، آخر مباراة خسر أمام النادي الأهلي 2-1 في مباراة كان ظهر فيها مع مدربه الكابتن أحمد خطاب بشكل كويس، متبقي له 6 مباريات، محتاج منهم يعني مش أقل من 10 نقاط، وعنده من العناصر بصراحة عناصر خبرة يعني تقدر ان هي تحقق المطلوب، ابرزهم اكيد المدافع رامي صبري والمهاجم عمرو جمال وشكري نجيب، وايضا في المقابل نادي الزمالك بعد الفوز الاخير على فريق سيراميكا كليوباترا 4-2 والريمونتادا القوية في استاد القاهرة الدولي، اكيد محتاج ان هو يواصل ايضا المكسب النهاردة، خصوصا ان عنده غيابات ممكن تكون مؤثرة شوية. هقول لحضراتكم ابرزهم ايضا اللعيبة اللي هتغيب: شيكابالا عنده إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، أحمد فتوح عنده إصابة في كاحل القدم، سيف الدين الجزيري إصابة في العضلة الخلفية، سيف فاروق جعفر عنده تمزق في العضلة الخلفية، مصطفى الزناري إصابة في العضلة الخلفية، سامسون أكينولا مازال متواجد في بلاده حتى هذه اللحظة، ناصر منسي إصابة في العضلة الخلفية، محمد أشرف رؤى يعني وجهة نظر فنية سمعناها خلال الفترات اللي فاتت لأنه رفض يكون متواجد في ميران المستبعدين. دي أبرز غيابات نادي الزمالك، في منها غيابات من فترة طويلة زي شيكابالا وسيف الدين الجزيري، لكن أكيد متواجد نجوم مهمين جدا في الفريق، أكيد أبرزهم أحمد مصطفى زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا ولاعيبة كتير جدا الحقيقة إن هي صنعت الفارق خلال الأيام اللي فاتت، وعلى رأسهم إبراهيمة ناداي يعني نقدر نقول كده عمل شهادة ميلاد جديدة مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة. موقف نادي الزمالك في جدول الترتيب كالتالي: معاه 37 نقطة في المركز الثامن من 22 مباراة، متبقي له 12 مباراة، 3 مباريات على درجة كبيرة من الأهمية في دوري نايل عبر أون تايم سبورتس. خلونا نتابع ونشوف معاكم مباريات اليوم.